السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في سلطنة عمان مسقط العاصمة، وبالتحديد الموج مسقط مارينا. الجو جميل جدا، الكوليسترول والعلاج بالماء الساخن او علاج حقو ثيرابي او حقوباتيك ميديسين او العلاج بالماء الساخن. كيف دور العلاج بالماء الساخن مع الكوليسترول، بالتحديد الكوليسترول السيئة والال دي ال؟ الكوليسترول يكون ناتج عن وجود الطبقة الدهنية بداخل الأوعية الدموية، مؤثر على الدورة الدموية. هذه الطبقة الدهنية ناتجة من عجز الأنزيمات، وهي مواد بروتينية وظيفتها في كسر المواد الغذائية، وبالتالي يعني يكون نتيجة وجود نقص شديد في العناصر وقود أساسية طبيعية التي تغذي الأنزيمات في عملية كسر هذه الدهون. لذلك وظيفة الأنزيمات فيما من ضمن المواد البروتينية والمواد الكربوهيدراتية وكذلك الدهون. هنا نتعلق الموضوع في بالنسبة للكوليسترول، الدهون تقوم الأنزيمات في كسر هذه الدهون لإنتاج أحماض دهنية، ومن ثم كسرها أي كسر الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة للخلايا. طيب الماء الساخن يغذي الأنزيمات، يغذي الخلايا، يغذي الجسم بوقود أساسية، وهذه الوقود بالتحديد الماء، الطاقة، الأكسجين، الهيدروجين. هذه جميعها لا يمكن توفرها في آن واحد إلا أن يكون ماء صالح للشرب وبالدرجة حرارة كما سلفنا، أي درجة 50 درجة مئوية تقريبا. وبالتالي عند تناول الماء الساخن، أول شيء الماء الساخن يقوم بتسريع دور الأنزيمات في كسر الأحماض الدهنية، الطبقة الدهنية بداخل الأوعية الدموية، وكسرها لإنتاج الطاقة للخلايا. هذا جانب واحد. الجانب الثاني، المواد الأساسية المغذية للجسم المتواجدة في خلال برنامج الماء الساخن، بالتحديد الماء، الطاقة، والأكسجين والهيدروجين. قانون الديناميكي الحراري، عملية انتقال الطاقة من الجسم الساخن إلى جسم البارد. فهنا عندما نحدد درجة حرارة الماء الساخن لدى الكبار 50 درجة مئوية، ولدى الصغار ما دون سن رشد، وحتى الأطفال، حتى الطفل الرضيع أيضا، الماء الساخن بدرجة حرارة 40 درجة مئوية. جسم الإنسان في الحالات الطبيعية 36.5 و 37 درجة مئوية. الماء الساخن الذي نحدد مثل لدى الكبار 50 درجة مئوية ولدى الصغار 40 درجة مئوية، هنا فارق درجة الحرارة يجعل أن حالة استثنائية عملية انتقال الطاقة من الماء الساخن إلى جسم الإنسان بالترطيب، أي عن طريق الماء الساخن. لذلك الشخص الذي يتناول الماء يختلف عن الشخص الذي يتناول الماء الساخن. هنا فقط الماء يعتبر أنه يقوم بترطيب الخلايا، أي توفير الماء للخلايا وجسم بإكماله، وكذلك الأنزيمات، لكن تنقص العناصر المغذية الأخرى وهي الأكسجين والهيدروجين والطاقة. لذلك فهنا يؤدي إلى هذه الوقود، وهنا وظيفة الطاقة تؤدي إلى تمدد أوعية الدموية، ما يسمى بالإنجليزي vasodilation. ومع الزمن فترة قصيرة خلال هذه العمليتين، أي إسراء الأنزيمات في كسر المواد الأحماض الدهنية لإنتاج طاقة للخلايا، تتقلص الطبقة من الأحماض الدهنية أي الدهون في داخل الأوعية الدموية، وكذلك الطاقة التي تساعد على تمدد الأوعية الدموية، أي يساعد على إسراع وتنظيم الدورة الدموية. ومع الزمن خلال فترة من الزمن ممكن الشخص يتخلص من مشكلة الكوليسترول السيئة الذي يعاني به كثير من الناس،
وبالتالي العودة إلى الطبيعة، العودة إلى من حيث بحيث أن هذه المادة الطاهرة الماء الساخن. ولماذا مادة طاهرة؟ لكون أن هي الأساس، المادة هذه التي بالأساس كمصدر أساسي في خلق وتكوين كل إنسان دون أي استثناء، دون أي تمييز. كل إنسان بما فيه أنت وأنت وكل إنسان دون أي استثناء، مهما كان من هو الإنسان، فهو تكون خلال مراحل تكوينه كان بالأساس هذه العناصر، هذه الوقود التي أدت إلى زيادة يعني عملية إنتاج الخلايا، بدأ من خلية واحدة وصولا إلى تقريبا 50 مليار خلية عند وقت الولادة، والشخص البالغ يتكون من 70 إلى 100 تريليون، تقريبا معروف يوصل إلى 100 تريليون خلية، وبداخل الخلية 100 تريليون ذرة، وبداخل ذرة نواة عدد جزيئية من البروتين من البروتونات والإلكترونات ثم النيترونات، ليس لها وظيفة النيترونات، وطبعا هذه حلقة أخرى في هذا الشأن. وبالتالي من السهل العودة إلى الطبيعة، العودة إلى من حيث هذه المادة الطبيعية الأساسية، السهل والرخيص والمتوفر لدى الجميع. كما كنا في لقاء مع قناة NBC وحين ذكروا هذا جانب قالوا هذا مادة سهل رخيص ومتناول للجميع، متوافر للجميع، الماء متوافر لدى كل إنسان، فقط أن تواظب على التطبيقات الصحية والعلاجية للماء الساخن تجد الفوائد الصحية شاملة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. دولة آمنة، دولة العمانيين معروفين في حسن الضيافة والكرم والأخلاق العالية، وأيضا احترام التقاليد المختلفة والديانات المختلفة والمذاهب المختلفة، وحسن استقبال ضيوف زائرين سواء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو دول عربية شقيقة وأيضا الدول الأجنبية الأخرى.